الحلقة اللي فاتت كلمتكم على قافلة سيوة، وكلمتكم على تكريم حافظة القرآن الكريم اللي انتوا رعتوهم، وختم معانا 121 طفل ختموا القرآن الكريم في شهرين. ادي الهدية الجميلة اللي نقدمها لشعب مصر. تعالوا بينا نروح محافظة مرسى مطروح، ونروح بالتحديد مدينة سيوة، نشوف القرى الفقيرة اللي فيها، ونشوف القافلة الكبيرة اللي انتوا عملتوها. يلا بينا نروح مع بعض ونرجع تاني. الشباب دول اللي مسافرين مع القافلة قدروا يسدوا احتياجات ناس كتير كانوا مستنيين مساعدتهم، وبالرغم من بعد الأماكن عليهم إلا أنهم قرروا يساعدوا عائلات كتير. احنا كده الحمد لله أنهينا الدعم المقدم لإخواننا في سيوة من جماعة البر والتقوى، والعربية إن شاء الله هتبدأ في التحرك بإذن الله. الدعم المقدم هو عبارة عن 8 بوتاجازات، 2 غسالة، 20 سرير بالمراتب بالملل بتوعهم، 250 بطانية، وفي كمان 250 شنطة غذائية مكونة من زيت وسكر ومكرونة ورز. دي مننا لأهالي سيوة القافلة بتاعت يوم الأربعاء إن شاء الله. احنا سبقنا الفريق الاستكشاف هناك بيجهز كل حاجة عشان ما نروح نتلاقي كل حاجة تمام، ويسهل لنا كل حاجة إن شاء الله. المساعدات اللي قدمتها القافلة ما كانتش مجرد أكل وشرب، لكنهم حاولوا يشيلوا عبء المدارس عن أسر كتير ويفرحوهم. جت النهاردة الجمعية وزعت شنط للتلاميذ الغير قادرين، نأمل منهم أن يبقى ليهم نظرة عطف وحنان لأبناء سيوة لسوء الحالة الاقتصادية اللي بتمر بها البلاد. كلمات الشكر اللي اتقالت على لسان الأسر دي كانت مجرد فرحة حسوا بيها بأفعال الخير اللي كتير منكم شاركوا فيها وقدروا يقدموها بأشكال مختلفة. بنقدم كل الشكر والتقدير للاحترام لجمعية البر في دمياط عشان الحاجات اللي جابوها مساعدة للفقراء واليتامى. نشكر بمجهودهم وبذلهم لهذه المدينة الواحة الخضراء في سيوة بما جاءوا به من هذا الخير للفقراء والمساكين والمحتاجين. ألف شكر على الحاجات اللي جبتها لنا هدية، وأشكركم ربنا يحفظكم ويرعاكم ويخيم عليكم يا رب وتعيشوا وتزورونا. لأول مرة بكل شفافية وكل صدق بيوزعوا بإخلاص، ونشكرهم كلهم. نشكر جمعية البر والتقوى وتوزع بالإخلاص، والحمد لله تمت على خير وتوزع الأثار والغلابة. يشكر جمعية البر والتقوى على وقفتهم مع العرائس اللي هيتجوزوا قريب إن شاء الله. اعمل الخير وارمي البحر، مثل شعبي اتربينا عليه من زمن بعيد، بيأكد إن اللي بيعمل خير بيلاقيه وبيحصده.